السلام عليكم ورحمة الله. فيديو على السريع، فيديو على السريع. الساعة 5:15، الوقت بيمشي. وقلنا قبل شوي صلاة المغرب أذن عنا هون، صلاة المغرب أذن، أذن المؤذن، الله أكبر الله أكبر، حي الثنينية، حي التحلية، حي العزيزية، حي الجسر، مدينة الدمام، المملكة العربية السعودية. الله يحمي الجميع ويحمي جميع قادة العالم. خلينا نحكي شوي هلأ في السياسة، وأي حدا مسؤول، سواء مسؤول عائلة، مسؤول دولة، مسؤول شركة، مدير، لو عنده أغلاط لازم الموظفين يحترموا المدير، مش لأني أنا مدير أو صاحب شركة. نفس الشيء إذا كان ناس قاعدين في 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 بلد، أنا مثلا والدي قاعد 60 سنة في البلد، بدنا نطيع الحكومة. أي واحد بده يطيع الحكومة سواء كان مواطن أو كان مقيم. طبعا بعد فترة ممكن يصير شيء تاني، بس هلا عم نحكي المواطن والمقيم والمغترب في أي دولة، إن شاء الله في أمريكا، في أوروبا، تحترموا قوانينها، تطيعوا حكامها، حتى لو شايفين في شيء غلط. ما حدا كامل بالأخير، كلنا عندنا أغلاط، فإحنا بنطيع الحكومة. وإذا في شيء ندعي لربنا، يا ربنا ضبط الموضوع هذا، يا ربنا الله المستعان، يا ربنا الله، الله هو أكبر وأكبر واحد، وهو قادر على التغيير إذا بده يغير. إذا ما بده يغير ساعتها بيكون قمة العطاء من عنده إنه يخلينا في هذا البلاء اللي إحنا فيه. وعشان لما يكون في بلاء ويكون في مشاكل إحنا بدنا نصبر، ما حنصبر على شغلات حلوة، نصبر لما يكون في بلاء. إن الله يحب الصابرين، لما ربنا يرزقنا بشغلة إن الله يحب المحسنين، نصير نحسن اللي حوالينا، إحسان بصدقة، إحسان بكلمة حلوة، إحسان بمسامحة أغلاط، إحسان إنه أنا مثلا صديقي صار له 40 سنة عامل لي بلوك وعم حاول معه، أحاول معه أروح عنده على البيت وأقول له لا أنا معك. أخوي اللي عامل لي بلوك أو أختي عملت لي بلوك من 9 شهور، أسافر على اليونان أو أسافر على بريطانيا أقول لها لا افتح البلوك انا معاكي، ايش ما صار. يعني الاحسان في له كتير كتير اوجه، واكثر احسان اعتقد بنسويه لما احنا نكون نفس الوقت صابرين على مشاكل عم تجيلنا، نفس الوقت صابرين ما عندنا فلوس وعندنا مشاكل ومش عارفين نمشي وصحتنا مش كويسه، ونفس الوقت نحسن للناس. يعني الصبر مع الاحسان لما يصير يجوا مع بعض هذا بيصير قمه الاحسان، وخصوصا لما نحسن للناس غربة ونصبر عليهم، مش نصبر على زوجتي وعلى